السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بنستكمل درسنا جمع العشرات والآحاد على لوحة المئة. النهاردة اخر جزء في درسنا، ولكن قبل ما نبدأ في درسنا هنتكلم عن القيمة الاسبوعية عن الكرم. هنتفرج على الفيديو. الكرم، الكرم من الصفات الجليلة التي يرضى عنها الله تعالى ويحبها الناس. ولقد دعا الإسلام إلى الكرم والجود وحث على الإنفاق، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الحب والمودة في المجتمع وذهاب العقد والحسد من القلوب، فيزود التعاون والحب والتسامح بين أبناء الإسلام من الأغنياء والفقراء، وتقوى الصلة والألفة بينهم، ويصبحون جميعا كالجسد الواحد والبنيان القوي المتين. فالله تعالى من أسمائه الكريم، وهو يوحي إلى حساب ويقبض علينا إلى حدود، خلقنا ووهبنا القوة والحياة ومنحنا الصحة، وسخر لنا الأرض نأكل من خيراتها، وسخر لنا ما في الكون. ولم يفرق الله عز وجل بالعطاء بين مؤمن وكافر، بل شمل كرمه الناس جميعا. والله سبحانه يحب الكريم من الناس ويبغض البخيل، كما يبارك في مال الكريم ويجزي له العطاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم، ولا يضع فرصة للإنفاق في سبيل الله إلا أنفق وأعطى من ماله. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله ويزودون بما عندهم، كل على حسب استطاعته. وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق الذي أنفق ماله كله في سبيل الله والدفاع عن الإسلام وتحرير الوعيد وغير ذلك. فعلى المسلم لا يكون بخيلا، بل لا بد أن يتحلى بالإيثار والكرم والإحسان والسخاء، ويكرم ضيفه وجاره وأقاربه وزواره. وهناك صور أخرى للكرم غير الإنفاق في المال، مثل الكرم بالوقت، فيستطيع المسلم أن يجود بوقته في سبيل إسعاد الآخرين ومعاونتهم وقضاء حوائجهم، أو يجود بعلمه من أجل محاربة الجهل ونشر الوعي ونور العلم بين الناس. نيجي بقى نكمل درسنا جمع العشرات والآحاد على لوحة المئة. طيب أنا كان عندي 32 زائد 43، كنا بنحلها إزاي؟ كنا بنروح نقف على 32. قال لي كام زائد 43؟ 43 كام عشرة؟ 4. يبقى 1 2 3 4، وكام في الآحاد؟ 3. أمشي 3 وحدات، وقفت عند الكام؟ وقفت عند 75. يبقى 32 زائد 43 بيساوي كام؟ بيساوي 75. طيب رقم 13، لدى سارة 48 زرا، ولدى مريم 32 زرا، كم زر لديهما معا؟ لدى سارة 48 زرا ومريم 32، يبقى انا هنزل كم صف؟ 3. 1 2 3، وهزود كم وحدة؟ هزود 2. يبقى انا وقفت عند الكام؟ وقفت عند 80. يبقى هما الاثنين معاهم كام زر؟ 80. عملت ايه؟ قلت 48 زائد 32 هتساوي كام؟ هتساوي 80. طيب رقم 14، لدى عائشة 70 زر، لدى عائشة 70 زر، وجدت 19 زرا اضافيا. يبقى انا هقف عند
لدى عائشة 70 زر، ثم وجدت 19 زر إضافيا. كم زر لدى عائشة؟ لدى عائشة 70 زر، ثم وجدت 19. يبقى أنا هنزل صف، هنزل التاني وارجع كام؟ ارجع واحدة. يبقى انا ايه، انا قلت ان هي 20 ناقص واحد بتساوي كام؟ بتساوي 19. فانا نزلت صفين، او انا ممكن انزل صف واحد واحد التسعة. انا لو نزلت صف واحد يبقى انا وقفت لحد هنا، قاعد التسعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، هي هي صح. يبقى انا وقفت عند الكام؟ عند 89. يبقى انا قلت برضو 70 زائد 19 يساوي كام؟ 89. يبقى هي معاها كام زر؟ 89 زر. رقم 8، رمى ناصر سهمين في منطقة الهدف، سجل 79 نقطة، أصاب أحد السهمين العدد 61. أي عدد أصاب السهم الآخر؟ يعني هو كان بيلعب فرمى سهمين هنا، سهم منهم أصاب 61، السهم التاني أنا مش عارفة هو أصاب كام، بس أنا عارفة إن مجموع العددين كام؟ 79. يبقى أنا هروح أعمل إيه؟ هقول 79 طرح 61 هيساوي كام؟ 9 ناقص 1 8، و7 ناقص 6 كام؟ 1. يبقى إيه هو السهم الآخر؟ 18 اهو، صح كده. يوجد 21 بركانا نشطا في ولاية كاليفورنيا، و17 بركانا نشطا في ولاية هاواي. كم بركانا نشطا في كاليفورنيا وهاواي؟ في كاليفورنيا 21 وفي هاواي 17، يبقى الاتنين مع بعض كام؟ هجمعهم، مش عايز الاتنين معا، عايز المجموع. يبقى انا هجمعهم، 21 زائد 17، 1 زائد 7 8، و2 زائد 1 كام؟ 3. طيب هنا، أي من الأوزان التالية يجعل الميزان متوازنا؟ طيب أنا هنا عندي إيه؟ على الكف اليسار 10 و25، طب الاتنين معا يعني كام؟ يعني هنا 35. يبقى أنا عايزة هنا من الاختيارات اللي عندي دي كلها كام؟ عايزة حاجة بتساوي 35. إيه ممكن يساوي 35؟ 16 زائد 30 هيساوي كام؟ 46. يبقى ده لأ. طب 30 زائد 17، 30 زائد 17، 30 زائد 10، 40 زائد 7 47، برضو لأ. طب 20 و18، 20 و10 30 و8، 38، برضو لأ. طب 20 و15، 20 و10، 30 و5، 35. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة عندي، اللي هي 15 و20. طب اشمعنى 15 و20؟ أنا عرفت منين؟ جمعت الأول الكف اليسار عشان أقدر أجيب الميزان من ناحية اليمين عشان يكونوا متساويين. كده احنا خلصنا درسنا خالص النهاردة، أشوفكم بقى في الدرس الجديد المرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.